رئيس الجمهورية يبدو أنه في حالة إنكار متواصلة. هو يتصور أنه بمجرد إيقافه للعمل بالدستور وبإيقافه لجميع المؤسسات وسيطرته كشخص على الدولة يمكنه أن يضمن حماية هذه الحقوق والحريات. لكن الأغرب من ذلك أنه أمام المجتمع الدولي أيضا للأسف سأقول يتبجح باحترام الحقوق والحريات في تونس، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وهو كان في قمة التناقض، حيث عبر عن تمسكه الشديد بالنصوص الدولية وبحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ولكن في تونس لا يمكن أن يخفى على كل مراقب، وأقول مراقب ليس بالضرورة مراقب عن كثب، أي شخص يمكنه أن يعرف ما يحصل في تونس،